مر سنة على كارثة الزلزال، والشي الوحيد اللي خلاني اتخطى هي الأزمة لو شوي صغيرة هي الريشة. أنا سلام حامد، فنانة تشكيلي من مدينة جسر الشغور. علاقتي بالرسم هي علاقة صداقة، أو فيك تقول الرسم بالنسبة لي هو أكسجين، بتنفس من خلاله، بعبر عن أي شعور بينتابني سواء كان حزن أو فرح. صارت بالوقت الحالي هي أداتي لأحكي عن الواقع، ما بس بحكي عن شعوري، كمان بعبر عن الواقع، عن وجع الناس، عن معاناتهم، عن الظلم، حتى منناصر قضايا عالمية مو بس محلية. نحن اليوم بقرية الملند، هي القرية اللي انكبت بشكل كبير، من أكثر المناطق اللي راح فيها ضحايا. نحن اليوم عم نرسم عمل جداري بذكرى الزلزال اللي ما فارق مخيلتنا ولا قدرت الذاكرة حتى تنساه لهذا اليوم. هلا هذا العمل اللي بيحكي عن بطولات الدفاع المدني اللي قدر ينتشل هي الطفلة من تحت الأنقاض. طبعا هون مزجت دموع الفرح بدموع الألم والحزن على هدول الأشخاص. حبينا نجسد هي البطولة، وهون هذا المشهد بيشبه الكأس اللي بيرفعوه الأبطال. يوم 6 شباط ما كان مثل باقي الأيام اللي مرت علينا. ذاكرتنا لليوم ما قدرت تنسى صرخات الأطفال، ما قدرت تنسى المشاهد المؤلمة اللي شفناها، ما قدرنا ننسى الأرواح اللي كانت عم تستنجد. بالأيام الأولى بعد الزلزال أنا طبعاً بلحظتها عشت حالة صدمة، ما قدرت أتعافى منها بسهولة. طبعاً أنا بتذكر الفضل الأكبر كان لفريقي اللي ما تخلى عني بهي اللحظة، لأنه أنا وقفت عن الرسم، وقفت عن الحياة فيك تقول. إجوا الفريق لعندي وقالوا لي أنه نحن لازم نكمل، نحن ما لازم نوقف، لازم نوصل صوتنا، نوصل معاناة الناس. فرجعت حملت ألواني وبدأت تدريجياً يعني أتعافى بوجود الناس اللي دعمتني نفسياً ومعنوياً. لليوم أعمالي موجودة على الجدران المهدمة بكل المناطق، لليوم الناس بتشوف هاي الأعمال. نحن قادرين إنه ننهض من أول وجديد، ومنقدر إنه نحن نعمر ونبني إن شاء الله. رسالتنا إنه إرادة الحياة هي الأقوى. دائماً بحاول من خلال رشتي إني طلع الشيء اللي جواتي مهما كان صعب، وخاصة إذا كان بلامس وجع الناس. أنا لما بقدر أعبر من خلال رشتي عن أحكي عن وجع الناس، فهذا بحد ذاته بيترك أثر إيجابي بنفسي وبيريحني نفسياً.